يوميات رئيس تنفيذي مع معمر سلامة وخالد بغدادي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. أنا معكم معمر سلامة ومعاي المبدع الخطير الرهيب أستاذ خالد بغدادي أبو الوليد في برنامج يوميات رئيس تنفيذي. أبو الوليد هو طبعا رئيس التنفيذي لشركة حافل النقل، ونحن في الحلقة 29 إن شاء الله كل الحلقات هتلاقوها موجودة على اليوتيوب. أبو الوليد، أنا هقول لك قصة على السريع وبعدين أقول لك إيش الهدف من القصة دي. في سنة من السنوات حضرت مؤتمر، المؤتمر ده حضره الشخص اللي راح القطب الجنوبي والقطب الشمالي. فالرجال هو بيقدم المحاضرة بالضبط أتكلم عن عائلته لمدة 10 ثواني عن ولده خصوصاً إنه هو منفصل عن زوجته، وهي طبعاً قريبة من الحلقة اللي قبلها هي حلقة 28، بس عشان أكمل لك على عجالة. وبعدين دخل وتكلم على الاستراتيجيات اللي سواها، الثواني، إنه كيف لما خسر أصبعه وكيف وهذا، والقرارات اللي اتخذها. حسيت من المحاضرة كاملة في استراتيجيات يعني تطبق على نفس الحلقات السابقة اللي تكلمنا عليها، إنه والله كيف تأخذ الموقف، كيف يكون ردة فعلك، كيف الاستراتيجيات اللي لازم تسويها، كيف تحتوي التيم اللي معاك، كيف تشتغل معاهم، وهي كلها تغطي الحلقات السابقة، وكيف تجيب التيم كله معاك بحيث إنك إيش يكون عندك هدف واحد. فمجملا أتكلم عن كل النقاط. في آخر المحاضرة أنا سألته سؤال محدد، قلت له كيف علاقتك مع ولدك؟ لقيت الرجال تغير 180 درجة وبدأ يبكي. يعني شفت الدموع، انه انا للاسف تركيزي كده، قال لي هي تركيزي على هدفي نساني ولدي، تركيزي على هدفي اللي انا يعني فكرت في سعادتي الشخصيه اكثر ما فكرت انه كيف اسعد الناس اللي معايا واللي حواليني اللي هم برضو جزء من حياتي، وانا علاقتي مع ولدي جدا سيئه. السؤال اللي بساله انه العلاقه العمل، علاقه البيت، كيف نقدر نربطهم مع بعض؟ نحن تكلمنا الحلقة السابقة أرجع وبعيد على مثال كور والكلام دي اللي طاحت وانكسرت والكلام ده كله. بس اليوم لا، أنا بركز أكتر وأكتر على حب العمل وحب البيت، وكيف تقدر توزن هم الاثنين مع بعض، لأنه أنا متأكد هذه من الأسئلة أخواننا أخواتنا دائما بيسألوها. طيب، لدرجة بس أبغى أقفل لك، هي بعض الأحيان بتسمع مع احترامي الشديد إنه زوج وزوجة بس بعد فترة انفصلوا عن بعض، لأنه هي عندها أهداف وهو عنده أهداف، هو بيفكر وهي بتفكر وهو بيفكر أهداف وهي بتفكر في أهداف. أترك الميكروفون لك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. تذكرت كلمتين، يعني حطيت كل جملة، حب العمل وحب العائلة وحب البيت. طيب مصبت، خلي العائلة تحب العمل والعمل يحب العائلة. يعني الشركة حابة حافل دحين، خلينا نجيب العائلة. أيوه، حابة حافل النقل. ممتاز، ما في، الحمد لله، يعني كتجربة شخصية، ويمكن أنا يعني ما نبي ننظر لها بإيجابية أو ننظر بها سلبية، تنقلت كثير بين الرياض، بين دبي، بين جدة، بين الشرقية، يعني عارف نقلاتي كانت جدا كثير، قد نقدر نقول فيها الأثر الإيجابي وفيها الأثر السلبي. أكيد أكيد، النقل ما هو سهل ولا هو طبيعي، تطلب مننا كثير، بس في نفس الوقت بنى شيء معين. إذا ما كنت خليتهم يحب أهلي، يعني في البيت يحبوا الوظيفة اللي أنا رايح لها زي ما أنا حبيتها، ما كان يمكن أتحملوا النقلة أو أتحملوا تغيير الظروف بسبب هذه العمل. دائما كنت أولادي يحبوا يجوا المكتب عندي، لهم كل فترة يجوا المكتب، أعطيهم ألوان، أعطيهم مدري، أو يجوا يشتغلوا حتى في شركة من الشركات لما كبروا، جو في تدريب صيفي، يعني جو عملوا تدريب صيفي، هذا اللي اشتغل في قسم المحاسبة، اللي اشتغل في شؤون الموظفين، سووا أوراق، سووا هذا، صاروا انفولد، دخلوا في البزنس وحبوا الشركة، بدأ يحسوا إنه الشغل كيف إن الواحد يحب شغله، وكيف إنه أجيبهم للمكان. هم صغار، دخلتهم المصنع حق العصير، ركبوا الفورك ليفت ولفوا في المصنع في الرافعة، يعني كل أشياء كانت تحببهم في عملي، لأنه أنا أرجع أتكلم معهم عن العمل في البيت. أخذت زوجتي في يوم من الأيام زورتها مصنع الخرسانة، اللي بعد أقول لك كده إحنا نصنع الخرسانة، هنا نجيب الرمل، هنا نجيب الأسمنت، هنا نجيب مش عارفة. فدخولهم معايا في المجال ودخول العمل كمان، إنه يعني يفهم العمل متطلبات بيتي، أو أنا فهم يعني بطريقة عملي دائما أخلي متطلبات البيت
في الحسبان على الأقل يخلي الاثنين يتفاهموا. هذا خليني بس السؤال، انت جاوبت الجزء الاول، هل تحس انه السبب يعني انا ما بدخل مصلح اجتماعي وحاجه، بس انه هذا موجوده وسائده في المجتمع عندنا، المجتمع السعودي تسمع واحده منفصله عن زوجها والله لانه هي عندها طموح عندها حاجه او العكس صحيح، هل هذه بتسوي هذه احد من الاسباب انه كل واحد عنده هدف معين او حاجه معينه؟ احد الاسباب او عدم التفاهم بس احد الاسباب، بس تكون في اسباب تانية اكيد، يعني ما حتكون السبب الوحيد إنها توصل لهذه المرحلة، يعني عدم التفاهم أو الانفصال ما هو سبب واحد أو سبب بين، في أشياء كتير وفي علاقات بتنبني على أو أشياء خطأ بتنبني على مر الزمن هذا اللي لكن التقارب وتقارب وجهات النظر زي ما قلت لك إنه جيب الأهل للعمل خليهم يشوفوا جو العمل اللي أنت بتعمله، فحسوا بالشيء اللي أنت بتواجهه حسين في تقارب على الأقل. هذا الشيء الجميل إنه كثير من الشركات المعروفة العالمية بتسوي يوم للأسرة، يوم الأسرة، فتحس انه مو هدفها انه حاجه كده بس انه والله انه سوينا يوم الاسره، لا بتخلي الاسره تجي بتشوف المصنع، بتشوف كيف الناس بيسووا كيف بيشتغلوا، او تجتمع معهم برا عشان تشوف ايش البيئه اللي هو بيشتغل فيها وايش نوعيه الناس اللي بيتعامل معاها وايش كلامهم حتى، يعني عشان تبدا تفهم. اكثر من الشركه اعرفها في السعوديه بيسوي يوم الاسره، وشفت صور لبعض الشركات جميله جدا فعاليات في المكتب نفسه، يخلوا الأطفال يجوا ويدوروا في المكتب ويخلوهم يمثلوا إيش العمل ومش عارفين، فتعطي الأطفال حب لعمل والدهم أو والدتهم اللي بتشتغل في هذا المكان. في أماكن شركات سوت دور حضانة للعاملات اللي بيعملوا فيها، في كل هذه الأشياء اللي تقرب بين العمل والبيت تخلي الواحد يخلص في عمله أكثر كمان ما يقصر. واحد من الأشياء الجميلة أنه وهذه واحدة من الشركات سوتها عجبتني، أنه خلت برضو الموظفين يقدروا يجيبوا أولادهم معاهم، لا مو بس كيوم مهنة، لا إنه خلاص خلي الولد معاك لأنه مو كحضانة، خلينا نجيبها بدي الطريقة إنه خلاص ما يقدر فين نحط الولد، فخلاص خليه يجي معاك، يجي معاك يجلس ليه مكانه، وعملوها كده رسمية يعني حتى وافتخروا فيها، وهذه أدت مردود ترى إيجابي، لأنه لما واحد كده يكون مرتاح نفسيا حيعطي، ولما يكون مرتاح نفسه وبيعطي خلاص ليش يفكر يمشي أو يفكر في لحظة إنه البيئة دي ما هي مناسبة لي. كثير ترى شركات بتحاول تخلي الموظفين عندها مش بس بالفلوس، في أشياء تانية بتعطى الموظف تخلي الموظف عنده انتماء لهذه الشركة. إحنا طلعنا ولفينا في الموضوع شوية بس حلو الفكرة اللي أنت بتتكلم فيه. انت لما تعطي الموظف سواء كان فرصه انه يجيب اولاده ويحبوا العمل، بتعطي الموظف مثلا مميزات معينه خارج المميزات الماليه، وهذا ترى اشياء بسيطه بتعطي الموظف ولاء وانتماء، تعطي له اداء افضل للشركه اللي هو بيشتغل فيها بسبب الاشياء اللمسات البسيطه. انا واحد بيقول لي بس عشان بس بقفل الموضوع، كنت بساله بستغرب ليش ابوك شغال في الشركه دي السنه دي، يقول لي تخيل يا معمر على مدى 25 سنه يعملوا اليوم هذا اللي هو يوم العيلة ويعدي الرئيس ويشوفني أنا وأمي مع أبويا، يقول لهم أبوكم لي بصمة كبيرة في الشركة ولي دور فعال في الشركة، يقول لي بالنسبة لأبويا غير العروض اللي بيشوفها برا هذه كانت زي الوسام بالنسبة له، لدرجة نحن صرنا نقنع أنه نقول له هذه هي الشركة المناسبة وما نبغاك تمشي. 25 سنة رجال شغال بسمع نفس الكلام، نفس التشجيع، نفس الحماس، إيش متوقع؟ سكايز دلم زي ما يقول إنه الحدود السماء. ونختم الحلقة تفضل الكلمة اللي أنت قلتها الحدود السماء الحماس والحياة اللي عيلته أعطته إياه خلته يكون موجود في الشركة ويخلص في الجملة الشركة. عندي اليوم هي أنت قلتها. الله يسعدك أبو الوليد، هذه كانت حلقة 29 يا أخواني أخواتي، نلقاكم غدا في يوميات رئيس تنفيذي مع معمر سلامة وخالد بغدادي.